يا صباح الخير على وي او مساء الخير على حسب تشوف الفيديو الجامد ده. زي ما انتوا شايفين السهم ده ومكتوب عليه ذا هانت اللي هو طبعا الصيد. امال يا بصدي هنصطاد اكيد البيض. ايه حبايبكم البيض بيستنوا ولا ايه؟ ايوه طبعا نبدا نصطاده عشان دلوقتي بص على وي عندنا طبعا دي مرحله او انا اول مره اشوف الصوره دي ما كانتش بتنزل في التحديث بتاع البيض على وي فاكرين؟ ايه ده معايا بقول لك ابعد عليها. ايوه ما احنا المفروض كده ثانيه على وي ننزل بس ندوس هنا. اوكي اول مره طبعا ويلفي دي في اللعبه. بص عمل اللعبه ازاي وطه عمل لنا الحقوا اول مره يا علوية في اللعبه يعمل لنا حدود للعالم. بصوا ان البيض مش هيطلع بره الحدود دي شايفين بس احنا نطلع عادي. اوكي انت تطلع عادي براحتك لكن البيض مش هيكون بره. انت ولا مالي مش هاو باي شوفها ولاي وانا اول مره اشوف الحقوا انا لقيت بيضه وط الحقوا كمان علوية بتضاف على سر روبلوكس. اوكي تحديث جامد. اوكي خلينا ناخدها الاسبوع علوية والله جامد. طبعا الحدود الحمراء دي هتتغير يا علوية اول ما تيجي للمرحله الصعبه بتاعه البيضه هتتغير. طبعا في بيضه هنا كده على النافوره كل مره بننسى البيضه اللي على النافوره دي. اوكي اول ما تيجي مرحله اصعب علوية الحدود دي اكيد لازم تترسم ابعد عشان انتوا عارفين الهارد طبعا في واحده في المستشفى. اوكي ماشي اول ما نجمع البيض بتاع الهارد بقى الحدود دي هتبقى ابعد شويه هنشوف مع بعض. لاز جوه دلوقتي جمعت 8 انتوا ليه مش جمع 11 انت بتعد كويس ولا ناس في واحده هنا على الزحليه وفي واحده هناك خضره عند المطعم. اوكي علوي طبعا لو انتوا عايزين تعملوا المهمه دي شوفوا الفيديو كويس جدا يلا بسرعه تبع علي وات المفروض تيجي. اوكي لا مش عايزين نتزحلق طبعا يا علوي شوفوا الفيديو هتعرفوا تعملوا المهام. ناخد دي كمان. اوكي انت يا ابني مش جمع مش كام 14 14 انت بتعد ازاي يا ابني انا مش فاهم والله. اوكي انا جاي لك يا زعبول اكيد في واحده هنا اوه واحده هناك اهي يب واحده هنا على الهوا زي ما قلت لكم ناخدها بس متضاف عليها شكل روبلوكس كده على الهوا شايفين مش عارف كده شكلها احسن وهي عليها علامه روبلوكس ولا وهي ساده اكتب لي في الكومنتات بصراحه انا شايف ان وهي ساده هتبقى شكلها احسن شويه الشعار بتاع روبلوكس بصوا محطوط عليها انتوا اكتبوا لي في الكومنتات احسن بدون شعار ولا بالشعار. وادي زعبول انت خدت الزرقاء اللي هنا فين ده يا معلم عند مقر العمده يا ابني هنا يا حبيبي كمان مش في واحده كمان وادي زعبول لا مش عارف ممكن تلاقي واحده في المطافي لا حدود المطافي مش موجوده معايا هي دي ايوه هي دي طب انا خدتها خدت طيب اللي هنا دي في واحده هنا بص في المستشفى هنا ايوه معايا برضه جمعتها وات انت مجمع كله ايوه معايا انا بقول لك مجمع اللي عند المستشفى. اوكي في واحده هنا خضرا بص عند البوليس ايوه دي لسه ما خدتهاش. اوكي انا خدتها في واحده هنا كمان يا علوي كده جمعنا 17 حب واحده 18 عند المدرسه انتوا خدتوها فين ده معايا عند المدرسه هنا هنا انت مالي مالي مش في واحده هنا كمان دي كده رقم 19 وناقص لي اخر واحده عشان نجيب طبعا علوي اول ما نجمع البيض ده هننزل العربيات الاسريه ليتس جو بص شكل العربيه ما ينفعش انزلها على بص يقول لي ايه ماست كومبليت ايج هانت لازم نكمل صيد البيض عشان نقدر ننزل طبعا العربيه. اوكي احنا دلوقتي محتاجين نكون اسرع بص على الارنوب طبعا بص في 5 مراحل هي دي احنا عايزين طبعا نجيب اي واحده منهم ناقصنا بس بيضه اخيره يا ترى فين مش عارف ممكن تكون ورا البتاع ده يا علويه ساعات ويلف بيخبي بيضه هنا. اوكي مفيش حاجه مفيش حاجه وطه بصوا فين بصوا فين يا علويه كويس ان انا جيت برضه عشان اشوف ودي حركه انت جمعتها هو انت محبوش نزلت ولا نزلت وانا كمان جمعتها ليتس جو دلوقتي نزلت طبعا اول عربيه ثانيه كده علويه نشوفها مع بعض هي دي هي شكلها غريب شويه بس هي دي وط وش العربيه فين من ضهرها يا ابني هو ده مش وشها وشها والله حلو اه تصدقوا كده اتفهمت اوكي العربيه طايره ليتس جو قولي بولي علويه بص طبعا العربيه عامله زي اسطوري عايزين نجرب السرعه بتاعتها على سرعه كام على سرعه 200 برضو وبيتحط لها نيتروز عايزين نشوف النيتروز بيتحط فين ثانيه او التربو بيتحط ورا هنا اوكي خلينا نعمله اعلى حاجه رقم 3 اه يا علويه بص حطيناه هنا ولا حركات تعالى نعمل سباق. اوكي علويه دلوقتي بصوا ننزل طبعا المود بتاع السباق عشان نجرب السرعه معلم انا جمعتها ايه ده زعبول جابها برضه ليتس جو يلا حركات يلا يا حبيبي شغال جوجه اوكي هو ده زعبول عند العربيه وط يا زعبول عدلها انت ولا مال انت ما جيتش ولا قول لي عملت حادثه او ماي جاد عملت ليه بدل صار يا بتعين مش عارف فين حركات ابو انت مشيت يا حبيبي معايا حركات طايره معايا اوكي بتاع العربيه وط عملت حادثه ثانيه التحكم بتاعها مش احسن حاجه علويه والله بس هي سريعه بصوا شوفوا عايزين نجرب السرعه ليتس جو انا عايز امشي كده على طول او بتتقلب بسرعه خلينا يا ابني ما تعملش فيا حادثه انت مجنون وانت اللي مش هتهوايا اوكي ثانيه العربيه بصوا بتطير تقريبا اوكي احنا عشان نمشي حلو يا علويه لازم نعمل كده نزود طبعا التحكم بتاع العربيه عشان العربيه ما تتقلبش شايفين بقى كده مش هتتقلب تمشي على طول تحود شمال تحود يمين بص العربيه مش هتتقلب كده التحكم بتاعها زاد ليتس جو وات على السرعه
او ماي جاد، بص على الواد صاروخ. هولي مولي، بص انا رحت فين؟ اعمل كتات فيا ولا انت؟ ابو علي انت فين ابو علي؟ ابو علي لف المكان. وط 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 السرعه، يا نهار زبادي. اللي هي ايه السرعه الرهيبه دي؟ او ماي جاد، عربيه اسطوريه. شفت اللي حصل؟ طيب احنا كده نكون جمعنا اول مرحله على اللي هي مرحله البيض اللي بيجيب لنا العربيه الايزي اللي هي طبعا دي. بعد كده عربيه الارنوب، شايفين اول حاجه الايزي وات. انا فهمت، احنا فتحنا بس السباق على الويب العربيه دي. بعد كده نيجي نلعب بقى المراحل الايزي، يجيب لنا الارنب. اوكي، يعني احنا ممكن ندوس هنا ناخد المرحله الايزي. طب لو احنا رحنا دوسنا هناك ايه اللي هيحصل؟ نجمعه من اول وجديد؟ لا انا مش عايز اجمعه من اول وجديد، على احنا خلاص جمعناه. ممكن نيجي ندوس هنا كده ايزي. يب، خدنا دلوقتي مهمه الايزي كده. انا فهمت يا علوي، وخلاص كده هيكون البيض بتاعنا القديم اللي هو الصغير. اوكي يب كده. ويلف كان عامل بس اللي هي اللعبه دي علوي بتاعت البيض اللي هو موجود عليه علم روبلوكس او الشعار بتاع روبلوكس. دلوقتي احنا بنجمع البيض الثاني اللي هو في المرحله الثانيه. انا دلوقتي مجمع ثلاثه. ليتس جو، واضح حكايه الفرخه ده اللي جمعهم الاول. يا حبيبي انت مش هجمع قبلك بده. اوكي بص، البيض ده صغير بقى علوي، البيض التاني كان كبير. عايزين نركز عشان نجمع. احنا دلوقتي جمعنا سته، اعملوا المهمه معايا عشان نعرف كلنا نجمع العربيات. ايه ده، انت لحقت يا ابني تجمع العشره؟ اهو يا ابني مش شاشه مش ها. قولي بولي ودي بولي مش معايا مش ادوب. عربيه الارنوب هجيبها دلوقتي. عربيه الارنوب ثانيه، هو البيت تقريبا كله هيبقى في الحته دي علويه. ايوه في واحده اهي كمان. ليتس جو كده، 8 ناقص 2 2. اوكي نجيبهم منين؟ اكيد في واحده هنا. واضح حركه فرخه، ناقص لي 2 فرخه. فضل البطين التانيين يا ابني مش معايا يا حبيبي ده بابشا. ادور بسرعه، زغالك زهايمر نسيتهم على طول. اوكي على الوخ، ندور هنا كده. اي واحده اهي، ليتس جو كده، معانا تسعه. هم اغلبهم اهم المكان بتاعهم كلهم في الحته دي. يب كده جمعنا العشرة على الوخ. زي ما انتم شايفين فتحنا عربيه الارنوب. تعالى حركات، انا بقى معايا عربيه الارنوب. يلا يا حبيب شات يا ابو السباق. ايوه سباق، ليتس جو، اركب ابو علي. دلوقتي عربيه الارنب جاهزه. شكله اسطوري. اوكي كلنا جبناها على الوخ عشان اصلا البيت بتاعها سهل. طيب دلوقتي بقى بصوا، خلوا السرعه بتاعته ينفع نحط تربو؟ ليتس جو. التربو بيتحط فين علوي؟ مش عارف، بيتحط فوق. او ماي جاد، يلا يا شباب واحد يلا بينا. ايه يا ابو علي انت بتغش ليه؟ ما هو كل مره حركات بيغش، وانا لما بغش يبقى حرام يعني. انت مجنون وانت جاح مايك، مش بتغش في رمضان. بغش في رمضان؟ ثانيه طيب. اوكي اعدل كده العربيه. ليتس جو، معلش بقى سامحوني. طب يلا بينا، انتوا رحتوا فين؟ يا شباب انت كحميني سبقتنا يا فرخه. نمشي يا معلم. ايه ده، عربيه الارنب لازم طبعا يا علوي نعمل نفس الحركه اللي هو نعدل العربيه شويه. وات، ما هي اصلا معدوله عربيه الارنب يا علوي، التحكم بتاعها مش احسن حاجه. ابو علي العربيه الثانيه سريعه بس الارنب شكلها احسن. هي العربيه دي شكلها احسن. اوكي عربيه مين اللي في البتاع ده؟ مش عارف اهو كده انا ماشي. بص من غير ما العربيه تتقلب، بص 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 يا علوي نفس السرعه. اوكي بص طبعا العربيه الثانيه ما اتقلبتش وانا طالع البتاع ده. الارنب بيتقلب بسرعه شويه. اكتب لي في الكومنتات العربيه دي اللي احسن ولا العربيه الثانيه. ودلوقتي هننزل من هنا كده بسرعه نشوفه برضه هيتقلب ولا لا. نزلنا المره اللي فاتت ما حصلوش حاجه. الارنب بيتقلب شويه على العربيه الثانيه، التحكم بتاعها احسن. اتقلب تقريبا ثلاث مرات ورجعنا تاني على المدينه. ليتس جو. ونيجي طبعا عند تحدي البيض. الارنب بصراحه سريع بس بيتقلب بسرعه. كده احنا عملنا المهمه الايزي. وادي مالي مش دلوقتي بقى يا هدي بقى هارد مين؟ لا مش الهارد، لو دوست على الهارد. اوكي احنا بص ويتنج، الهارد ما ينفعش. ايه ده، ينفع نعمل هارد؟ طب ينفع نعمل ميديم؟ اوكي انا عملت الهارد قبل الميديم. وات، طيب ماشي مش مشكله، اعملوا الهارد معايا. يا عم كمل من لك بس يا بعد دقايق. طيب دلوقتي علوي انا بعمل الهارد، انتوا متخيلين الارض تبقى صعبه اصلا. ركزوا عشان انا لسه اصلا ما عملتش الميديم. الهارد بقى بصوا، في واحده اهي عند طبعا الجامب. ليتس جو، خلينا نعمل جامب كده. اوكي بعد كده في واحده هناك اهي شفتها. الهارد علوي بتبقى اصعب، ركزوا كويس عشان الارض دي بتبقى صعبه، فعايزين نعرف اماكن البيض. اوكي خدت كده رقم 2، رقم 3 على النافوره زي ما انتم شايفين، وفي واحده هناك هي لونها احمر. انت مالي مالي دلوقتي يا حبيبي؟ ايوه ماشي، خلص الميديم كمان. طب ما الميديم يا ابني بتبقى اصلا اسهل. اوكي خلينا ناخد دي ونروح نجيب اللي موجوده هناك على المحل. وفي واحده هناك هي برده في المحل هناك. طبعا بنحتاج سلم لان الهارد علويه بتحتاج فيها سلم عشان بتبقى موجوده فوق المحلات، فوق المستشفى. يب ممكن يكون في المستشفى واحده هنا كده، بتبقى كل مره في واحده هي كمان فوق اسم الشرطه. انت هتخلصوا قبلي اصلا عشان بتاعتكم سهله. يلا بسرعه عايزين نروح نجيب دي كمان في المحل هنا فوق. فين 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 فين؟ بص بص خبيها فين. يب خدناها. دلوقتي بقى معانا خمسه، في واحده فوق المستشفى. كل مره كان بيبقى في واحده هنا فوق المستشفى، مش موجوده المره دي. هنروح نجيب بقى اللي عند اسم الشرطه. يلا ابو علي خلينا نطلع. ولا حركه الفرخه، جمعت كام واحده يا ابني؟ مش بقى تتاشك. ايه ده الحوا علوي؟ بصوا قولي قولي، احنا ممكن نركب البيضة. ليتس جو. طبعا الهليكوبتر اللي فوق اسم الشرطه دلوقتي بيضة. وانا زي عمال اتركب معايا. يا ابو علي انت فين؟ اهو بص انا طاير دلوقتي، شايفني؟ ايه ده انت البيضه الكبيره دي؟ ايوه انا البيضه اللي بتطير دي.
شكلها اسود. ايه ده هنعمل حادثه؟ البيضه تنفجر يطلع منها كتاكيت. توطى يا حبيبي كتاكيت من يمدي كتاكيت. تعالى حركات اركب انت وزعبوله. زعبوله تعالى اركب. معلش استنى مش بالراحه. اه بص بالراحه خالص. يلا زعبوله تعالى نط. يلا اركب. ليتس جو زعبوله اركب. انت وانا فرخه يا ابني شايف مش بجمع بيت. اوكي جمع مع نفسك يا فرخه اللي مش احنا كده. احنا كده ممكن نطير ونشوف البيض بنفسنا على الوقت. اوكي اهو طبعا في بيضه هناك. اطلع كده بعلي. في بيضه هنا على في الحته دي شفتها؟ ايه ده؟ لا ده حركات الفرخه. وده حركات الفرخه احنا طايرين فوقيك. هب بتش بابا بتش واجيب البيضه واتي. اوكي هتجيب البيضه واتي. وده زعبول ما شفتش اي بيض؟ لا. طب يلا بقى مع نفسك روح شوف. هو عامل حادثه. ما احنا مش هنفضل طايرين كده. وانا زعبوله لقيتهم ولا لسه؟ وعلي لسه فاضل شويه. اوكي ايه ده في بيضه هناك اهي فوق المطعم شفتها. خلينا نروح بسرعه. نقدر نطلع كده من غير كرسي. ليتس جو. شايفين احتراف. اطلع ليتس جو. ناخد البيضه دي ونكون معانا سته. اوكي عايزين نشوف البيضه رقم سبعه. خلينا نبص كويس. وانا زعبوله ترى عدى حمام السباحه ليه؟ معلش بقى خلصت المهمه. في واحدة هنا في حمام السباحة. ايه ده انت خلصت الميديوم؟ الميديوم بتخلص بسرعة على ايه؟ اوكي خلينا ننزل كده. اي ليتس جو. شكرا يا زعبول. كده جمعنا واحدة كده بقت سبعة. اوكي ايه ده؟ هو في سرقة بنك بتحصل؟ وادي مالي بوتشاو بوتشاو بوتشاو. انت اللي حتى البنك وانت بتعمل بومة بتسرقه. هو تشاو يا حبيبي كنت بدور على بيضة جوه الخزنة. بدور على بيضة جوه الخزنة. والله ان انت دوب ماليش دعوة على ايه عشان لو الشرطة جت هو اللي بيسرق. يا ابني مش بقتش بيضة اصلا. والله ان انت دوب فرخة. ممكن يكون جوه المحلات على فكره. اي بيض مفيش جوه المحل. تقريبا شفت حاجه لونها اخضر. اه مش هي. خلينا نمشي كده. طيب ممكن يكون جوه البريد. او ليتس جو. في واحده في البريد تحت الكمبيوتر. ماشي معانا راح اجيبها. احنا ما دخلناش المدرسه. خلينا نتاكد كده من المدرسه. ممكن يكون في المدرسه على طول. ويلفي بيخبي في المدرسه. اطلع كده ابو علي. مفيش هنا. كان بيبقى في ورا الحاجات دي علويه. مفيش برضو هنا ورا. اوكي طيب خلينا ندخل للحمام. ندخل الحمام. هو ده حمام البنات ولا الولاد مش عارف. ليتس جو لقيت واحده شايفين خدتها على طول. خلينا نخش الحمام التاني بتاع البويز. ايوه الاولاد مفيش برضو اي حاجه. ماشي اطلع كده. ممكن نشوف برضو هنا كده نلاقي واحده. مفيش اعتقد هي واحده كفايه في المدرسه. خلينا نخرج بقى. ازيك يا زعبول انا مجمع دلوقتي تسعه. طب انا مش لاقيهم خالص. امشي معايا وانا اجيبهم لك. اوكي خلينا نشوف في المحلات هنا. سوبر ماركت مفيش. طيب البنزينه مش عارف ممكن الاقي في البنزينه مستخبيه واحد بس هتكون مستخبيه فين؟ في المكان الجديد؟ اوكي ادخل كده بعلي. مفيش اي حاجه في المكان الجديد. طيب ماشي نطلع. إيه واحده هناك اهي. اوكي شفتها. هنحط السلم. يب ونطلع. ليتس جو يا ابو علي يا جابت. دماغنا تخبط. يب خدناها. كده بقى معانا 10 ناقصنا 15 واحده. ممكن تكون في الكنيسه حاجه. خلينا ندخل نتاكد. في هنا بيت؟ مفيش بيت. بص على ايه موجوده فين برضو؟ فوق اسم الشرطه. ابو علي فين ده ابو علي؟ هنا يا زعبول تعالى. ايه ده وقعت يا نهار زبادي. انت وادي مالي مش مجمع تاشي 12 وطه. اوكي خلينا ناخد دي. انا لازم اركز بقى عشان نجمع قبل حركات. وادي حركات الفرخه. في واحده بص فوق اسم الشرطه خدتها يا حبيبي. اوكي خلينا نشوف هنا كده محل الملابس. كان في هنا مكان سري؟ مفيش فيه. اوكي واحده ايه؟ وادي حركات. في واحده في محل الملابس. ايه ده في اي مكان؟ يا ابني تحت الكمبيوتر. كده جمعنا دي علويه. ممكن نروح نشوف في المحل التاني الكافيه ده. حاسس ان في واحده مش عارف ليه. اوكي مفيش هنا. اوه ماي جاد بص مستخبيه فين؟ يا ابني جبناها. كده بقى معانا 13. المكتبه فيها ولا مفيش؟ تقريبا المكتبه مفيهاش حاجه. اوكي احنا خدنا اللي في البريد. المحل اللي فوق برضه تقريبا مفهوش. اوكي بصينا كويس مفيش. طيب ممكن يكون في هنا برضه فوق يا علويه في المتحف. او ثانيه لقيت واحدة. ليتس جو خدناها على طول في المطعم. ندخل هنا كده. مفيش هنا. يب مفيش أي حاجة. انزل كده أبو علي. خدنا طبعا اللي هنا. ممكن يكون في المترو. خلينا ننزل ندور في المترو. يا ابني ده ماشي في المترو. والله ممكن تكون في واحدة. ثانية ادخل كده جوه. اوكي مفيش حاجة جوه خالص. لا لا لقيت واحدة. يب كده جمعنا 15. ايه ده أبو علي كانت في المترو؟ أيوة في المترو جوه. ليتس جو اطلع. ممكن برضو نلاقي واحدة هنا. خلينا نبص كويس. تقريبا هنا مفيش. اوكي مفيش في الحته دي خالص. خلينا نبص في ملعب الكوره. مفيش اي حاجه هنا. انت وادي مالي مش في الملعب اللي جوه. الملعب اللي جوه. ايه ده قصدك كره السله؟ خلينا ندخل هنا كده. فين حركات الفرخه؟ يا ابني فوق. او ماي جاد. اه واحده هنا. اوكي خلينا نبص هناك برضو. مفيش غير واحده يا ابني. هو انت هتشتري ولا ايه؟ طيب ماشي حلوه. انا افتكرت في واحده هنا وواحده هنا. اوكي يب جبناها. ليتس جو. كده خدنا دي. بقى معانا 16 علويه. اوكي ممكن يكون جوه الفصول على فكره. مفيش اي حاجه ورا الشاشه دي. مفيش ورا الشاشه. طيب ماشي اطلع بقى. اوه في واحده هنا. ليتس جو خدناها. ونبص برده في غرفه المدير ممكن يكون فيه. لا مفيش. طب الغرفه دي
مفيش. اوكي نطلع من الفصل بسرعه. ابو علي في واحده في المستشفى عند مقر العمده. واحده في بجد يا زعبوله؟ ايوه لسه واخده. في المستشفى فين؟ اوكي نبص. طب الناحيه في واحده فعلا. شكرا يا زعبول. انت ماشي يا زعبول مش فاكر تشوت. بس هو ده الفرق. في واحده هنا في المستشفى وواحده فين الحركات؟ فين الحركات اللي عند بكار العمده دي؟ هبي مش بدور عليها. بتدور عليها؟ ممكن تكون فوق. اوكي نبص هنا كده كويس. هي مش لقيتها. لقيتها فين؟ فين الفرقه؟ ثانيه اطول كده بعلي. فين يا ابني؟ مش ضحكت عليك هنا يا ابني؟ مش الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه. اوكي ثواني عندك انت؟ يا ابو شوية يا ابو الكوتش ده. اوكي بسرعة ليتس جو. مكان جامد. بص انا دخلت هنا وما شفتهاش اصلا. اوكي في واحدة هنا؟ لا مفيش. بص متلونة البتاعة باللون ده كنت احسبها واحدة. ناقص لنا دلوقتي علوية ستة. عايزين بقى تبص كويس في المحلات كده علوية. احنا ما بصناش في الحتة اللي ورا دي. اوكي مفيش أي حاجة مع إني كان بيبقى موجود فيها على طول. المحل دوت ممكن يكون فيه أيون في مخابئ هنا كده علوية. ممكن يكون في أي واحدة منهم. ندخل الناحية التانية. ليتس جو. مفيش أي حاجة ما شاء الله. طيب خلينا نطلع كده بسرعة. يلا أبو علي انزل. مفيش أي حاجة مستخبية هنا. احنا خدنا اللي كانوا هنا. واد زعبولة في حاجة عندك؟ لا أبو علي بدور. أنت واد أبو علي ما تشوفش حاجة محل أس كي. مفيش حاجة هنا. طيب أوكي ما لقيتش حاجة زعبول. أبو علي صعبة جدا الأرض دي. هي صعبة بصراحة. ثانية في مكان سري هنا. أوكي مفيش برضو أي حاجة في الكوافير. طيب تعالوا احنا دورنا في السوبر ماركت. ما دخلناش السينما. السينما ممكن يكون فيها علوية. اوكي خلينا نبص كويس في المطعم. ادخل هنا كده مفيش اي حاجه. ده زجون. ندور في الحته دي. مفيش برضو. في هنا مكان سري جوه. مفيش اي حاجه. ايه ده؟ بص حاطين لنا ايه علوية؟ عاملين لنا صوره القطه دي وكمان قطه بنوته. ماشي خلينا نطلع كده. ندور فين ندور فين؟ مش عارف. ممكن يكون في المقر السري هنا. خلينا نبص كويس في مقر السينما. مفيش اي حاجه خالص. طيب في الاوضه ثانيه. الاوضه دي برضو. طيب خلينا نطلع. وادي حركات. ايه لقيتها؟ يب خدناها. انت مخبيه هنا في الاخر والف هنا. وادي حركات هنا هنا. بص هنا في الحته دي. ايه يا حبيبي ما كنتش شايفها؟ ايه بص في الحته دي. ليتس جو. دلوقتي بقى ندور فين؟ انا دورت في البنزينه بس ما لقيتش اي حاجه في البنزينه غريبه. ما شفتش البتاع ده مكان ورشه العربيات. ثانية وليمولي شفت واحده. ليتس جو كده 21. خلينا نبص كويس هنا في مقر سري كمان. اوكي كده احنا جمعنا 21. انت يا ولد مش في واحده جوه المطعم. انا جاي لك دلوقتي راح اخد قبلك يا زعبوله. ابو علي انا خدتها اللي جوه المطعم تقريبا. ايوه ما خدتش اللي جوه المطعم. انا خدت اللي فوق المطعم. ايه ده في فوق المطعم ولا ايه؟ ايوه في فوق المطعم يا حبيبي. ليتس جو كده خدنا الرقم 22. شكرا حركات فرخه على الباكات. اي خدمه يا حبيبي. دلوقتي بقى معانا 22 على اللوايه. في المطار. والله ما كنتش اعرف المكان خالص. وين واقف كده بالحظ. اهم حاجه وانتوا بتدوروا طبعا بتلاقوا حاجات كتير. لازم نحط السلم طبعا عشان نطلع فوق. يب خدنا اللي في المطار. ابو علي شكرا على السلم. اطلع جوه انا كمان. زعبول غشاش اشيل لك السلم والله. خلينا طبعا نطلع. ندور فين تاني؟ ابو علي ممكن يكون ورا الفندق. خلينا نبص كويس. كان بيبقى مخبي هنا ويلف ورا الفندق. مفيش. ابو علي حركات فرع على الباب. ايه ده لقيت واحده؟ فين؟ انت دخلت فين؟ هنا يا ابو علي. تعالى بسرعه جوه. اوكي شكرا يا زعبول. فين يا ابني؟ لحقت عليك يا ابو علي. يا زعبول يا غدار. طب علي بص فوقي. ابص فوق. شكرا يا زعبول. ليتس جو. او ماي جاد انا افتكرت نصب عليا اللي والله كنت هزعل. ناقص لي اخر واحده. واحده بس اجيبها منين؟ مش عارف. طب علي هتجيبها منين الاخيره دي؟ مش عارف. ناقص لي اخر واحده. المقابر. احنا ما شفناش المقابر خالص. احنا دورنا في المدرسه والمستشفى وكل حاجه. المقابر والله ممكن يكون فيها. خلينا نيجي هنا كده. مفيش اي حاجه في المقابر. كان في مقبره هنا كده على الويه بننزل فيه. ايون او ماي جاد او ماي جاد. ده جامد. رقم 25. فتحت الارض اخيرا. برافو عليك. انا بص لقيت ثلاثه. اوكي الارض. بص على الويه. هي دي عربيه اسطوريه. وات عجبدات. احنا لو دوسنا هنا ايه اللي يحصل؟ ثانيه اما نشوف كده على الويه. او ماي جاد. بص بنحط بيض. بنحط بيض على العربيه. خلينا ندوس كمان مره. بنشيل البيض بس كده. طب لو حطينا نيتروز. النيتروز بتحط فين؟ بتحط قدام. خلينا نحطه اخر اعلى حاجه. ياب شايفين قدام العربيه دي جامده. وط على السرعه. بص الشكل كمان. الكاوتشات بتاعتها جامده. بسرعه 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 بسرعه. لف كده. ايه ده؟ مش عارف ليه بطيئه بس في اللفه بس جامده. انت وادي مال مش عربيه فضاء ولا ايه؟ هي فعلا عربيه فضاء. طير ابو علي. اوه عملنا حادثه. دلوقتي نرجع بسرعه. طبعا احنا عرفنا مكان الهارد على الويل. الهارد طبعا اصعب حاجه. حاجه اسطوريه ان احنا عملناها. ممكن ناخد بقى طبعا الميديم. الميديم النوبه دي طبعا. الميديم بتبقى سهله. بتبقى حوالين المكان هنا كده على الويل. او بصوا زي ما انتم شايفين او الواحده. وبرده ممكن نلاقي هنا كده في النافوره. مفيش هنا. هي بص اي في واحده هناك اهي عند البنك. اوه ماي جاد. بص اهو واحده اهي. اوه لي بول. ايه ده؟ بصوا طبعا الميديم سهل جدا على الويل. لقيت بصوا تقريبا سته دلوقتي اهو. اول واحده هنا بعد كده تاني واحده اهي
وفي واحده كمان عند المطعم، وفي واحده هناك عند المطعم الناحيه الثانيه، وفي واحده عند البنك. بصوا احنا جمعنا زي ما قلت لكم بسته. قولي قولي بص على في واحده هناك عند السلم برضو، دي اسهل حاجه الميديم تقريبا، هي والايزي سهلين جدا. برافو عليك يا زعبول. زعبول دلوقتي في الهارد، خلينا احنا نجمع البقيه دول اهو يا علوية. بصوا دي كمان، وفي واحده هناك اهي كده، بقى معانا 9. انت وادي مالي مش الكباب بيضه؟ لا يا حبيبي مش هركب البيضه، خليني جاي لك كده بسرعه عشان ناخد دي كمان. يلا دلوقتي بقى معانا 10. يا ابني مش ملونه ولا مش الكباب بيضه؟ ما انت المشكله هتفرقع البيضه في الجو. ايه ده انت ماشي على الارض يا ابني طير ازاي بس ما شفتش دي يا ابو علي؟ كده بقى معانا 12، وفي واحده هناك اهي كمان 13، وكده يكون ناقص لي 2. اول واحده اهي خلينا ناخدها. يبقى ناقص لي واحدة بس أخيرة. بص الأخيرة فين يا علوية؟ عند المدرسة. وكده نكون جمعنا ال 15. ليتس جو، نقدر ننزل دلوقتي العربية بتاعة الميديم. طبعا العربية اللي أنا كنت لسه منزلها أقوى من دي يا علوية، دي بتاعة المهمة اللي قبلها أصلا. زي ما أنتم شايفين نحط التربو، التربو بيتحط فين بس عايزين نشوفه. كل مكان عربية بيختلف. بص العربية هنا بيتحط لها التربو قدام. ليتس جو يا أبو علي على السرعة. العربية طبعا يا علوية قولي مولي، العربية دي احسها اسرع من بتاعة الهارد، والله احسها اسرع عشان اصغر. انت وادي مالي مش دلوقتي مش جمعتهم يا حبيبي كلهم؟ ايه عملت الاكستريم؟ لا شابة صعبة الاكستريم طبعا يا علوية. كده احنا نكون جمعنا البيض كله الا حاجة واحدة بس اللي هو الاكستريم يا علوية، لو انتوا عايزينه طبعا نجمعه لكم عادي جدا. ايه ناقص المهمة دي اللي هي طبعا هيكون 30 او 35 واحدة، 35 حبة. يب دي اصعب حاجة. معلش الاصل بيضة عمال الف المكان كله على البيضة الأخيرة بتاعت الأرض مش لاقيها. هنساعدك يا زعبول. طيب يا علوية كده نكون استنيت الفيديو، لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وطبعا شوفوا الفيديو وانتوا تعرفوا مكان البيض كويس جدا. بحبكم من كل قلبي، نشوفكم بكرة، سلام.